بالطبع الجيش الإسرائيلي تحدث عن استهداف الكثير من النقاط التي يقول بأنها تابعة لحركة حماس ولخلايا كانت تحاول إطلاق الصواريخ على غلاف قطاع غزة، والجيش الإسرائيلي يتحدث عن استهداف أكثر من 200 نقطة تابعة لحركة حماس في داخل قطاع غزة، لكن على أرض الواقع معظم هذه النقاط كانت لمبانٍ سكنية، حيث شهدنا سقوط الكثير من الشهداء في داخل قطاع غزة خلال اليوم الأول بعد استئناف العمليات القتالية في داخل القطاع. أيضا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال بأن استئناف العمليات القتالية جاء بعد ما زعم بأنه خروقات من قبل حركة حماس وعدم تسليمها قائمة بأسماء الأسيرات اللواتي سوف يتم إطلاق سراحهن من داخل قطاع غزة، وبالتالي هناك مزاعم إسرائيلية بأن من خرق وقف إطلاق النار ومن خرق الهدنة هي حركة حماس، وأن الجيش الإسرائيلي استأنف هذه العمليات القتالية من أجل تحقيق الأهداف التي وضعها في بداية هذا العدوان، وعلى رأسها القضاء على حركة حماس و تحرير الأسرى وتحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوعة السلاح ومنطقة آمنة. طبعا بعد استئناف العمليات القتالية يتم الحديث عن خطط عملياتية وعسكرية جديدة سوف يكون خلالها العمليات العسكرية في شمالي قطاع غزة، بالتزامن أيضا مع العمليات والتوغل في جنوبي قطاع غزة. إذن سوف يحاول الجيش الإسرائيلي الإطباق على قطاع غزة من الجهة الشمالية وأيضا الجهة الجنوبية. هذا ما تحدث به مسؤول عسكري إسرائيلي يوم أمس الجمعة حول الخطط العملياتية العسكرية. أيضا رئيس الأركان التقى بعدد من كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، وأيضا يتم الحديث عن مرحلة جديدة من العمليات العسكرية الإسرائيلية في داخل قطاع غزة بعد أن استؤنفت هذه العمليات صبيحة يوم الجمعة. ما يتم الحديث عنه إسرائيليا هو إنشاء منطقة آمنة في عمق قطاع غزة، وهذا الشيء صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي زار تل أبيب يوم أول أمس والتقى بالمسؤولين الإسرائيليين. نتنياهو أكد له بأن أيضا إسرائيل سوف تتحمل المسؤولية الأمنية في داخل قطاع غزة بعد القضاء على حكم حركة حماس. وأيضا وكالة رويترز نقلت عن نتنياهو بأنه أخبر الجانب الإسرائيلي أبلغ عدد من الدول العربية وهي السعودية والإمارات والأردن ومصر بأن إسرائيل عازم على إنشاء منطقة آمنة في عمق قطاع غزة. طبعا الحديث يدور الآن عن 3 مراحل، المرحلة الأولى هي القضاء على حركة حماس وعلى عناصرها وتفكيك هذه الحركة في داخل قطاع غزة، المرحلة الثانية هي استعادة الأسرى، والمرحلة الثالثة هي تحويل قطاع غزة إلى منطقة منزوعة السلاح ومنطقة آمنة. هذه المراحل الثلاثة تحدث عنها مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال بأنه تم وضع خطط عملياتية وخطط عسكرية من أجل إنجازها وتنفيذها على الأرض، لكن ربما كل ذلك لن يحدث لا سيما بأن إسرائيل خلال الأسابيع السبعة الأولى من هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم تتمكن بأي شكل من الأشكال من الوصول إلى أي أسير من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في داخل قطاع غزة، وهي اضطرت بعد ذلك للدخول في صفقة مع حركة حماس من أجل استعادة الأسيرات من النساء والأطفال المحتجزين في داخل القطاع. الآن إسرائيل تتحدث عن وجود نحو 137 من الأسرى في داخل القطاع، بينهم 17 امرأة، ويؤكد الجانب الإسرائيلي بأنه لن يدخل في أي مفاوضات فيما يتعلق بتبادل الأسرى من العسكريين قبيل الانتهاء أو قبيل إطلاق حماس سراح جميع الأسيرات الإسرائيليات وكذلك من تبقى من القاصرين في داخل قطاع غزة، وبالتالي أي مفاوضات بحسب التصريحات الإسرائيلية خلال المرحلة المقبلة سوف تتم تحت النار. شكرا جزيلا لك عدنان جان، مراسل التلفزيون العربي، حدثنا مباشرة من القدس.